نعود مرة ثانية. موضوعنا الآن هو عزم القوة, the moment of a force. طبعا شنو تأثير القوة على الأجسام؟ إذا يعني أثرت قوة على الجسم شنو تأثيرها؟ إيش راح يصير على الجسم؟ يقول بالإضافة إلى الميل لتحريك الجسم في اتجاه خط تأثيرها, يمكن للقوة أيضا أن تميل إلى تدوير جسم حول محور معين. قد يكون المحور أي خط لا يتقاطع ولا يوازي خط عمل القوة. يعرف هذا الاتجاه الدوراني بالعزم الدوراني للقوة اللي يسمونه المومنت, وكما موضح بالشكل أي. هساي قوة تأثر على الجسم, فبالإضافة القوة تحاول تحرك الجسم, أيضا تحاول تدوره, تسوي به دوران. الدوران يعني راح ينتج عنا عزم دوران, والعزم هو المسبب إليه هو هذه القوة F. طبعا مقدار العزم راح يساوي F D في الذراع, يعني العزم يساوي حاصل ضرب القوة في ذراعها العمودي. الآن لو فرضنا أنه هذا عندي الجسم 2D, العزم حول نقطة moment about point, الشكل B يمثل جسم ثنائي الأبعاد وتؤثر عليه قوة F. رياضيا يمكن التعبير عن العزم M في D. هسه هذا جسم ثنائي الأبعاد تأثر عليه قوة F, وهي قوة مائلة بزاوية ألفا عن أحد المحاور. فعزم هاي القوة حول نقطة O, هذه نقطة O نقطة واقعة, أو نقطة A نقطة واقعة على الجسم, يساوي حاصل ضرب القوة في ذراعها العمودي اللي هو D. هنا هذا السهم الأحمر للأعلى يمثل اتجاه العزم, يمثل اتجاه العزم, بينما هذا الخط المائل الدوران يمثل اتجاه الدوران. احنا طبعا نخلي ساعة على الجسم ونشوف, يعني الدوران يعني راح يكون واحد من اثنين, لو دوران الجسم مع عقارب الساعة, لو دوران الجسم عكس عقارب الساعة, عكس عقارب الساعة. زين, الشكل سي يمثل القاعدة, هاي يسموها قاعدة اليد اليمنى, هذه القاعدة شلون نطلع اتجاه العزم بها, فلو تباع الإبهام, هذا الإبهام يمثل هو اتجاه العزم, هذا اتجاه العزم, وهاي الأصابع الأربعة الباقية تمثل اتجاه الدوران. وقلنا الدوران هو إما مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. قلنا هنا الشكل سي مثل القاعدة التي مقدار يمكن تحديد الاتجاه للدوران الجسم وكذلك اتجاه العزم, ويسمى قاعدة اليد اليمنى, حيث يشير الإبهام إلى اتجاه العزم في حين تشير بقية الأصابع إلى اتجاه دوران الجسم, حيث يكون يمكن تصنيف اتجاه الدوران إلى دوران مع أو باتجاه عقارب الساعة, يسموه clockwise دوران مع عقارب الساعة, أو اتجاه دوران عكس عقارب الساعة counter clockwise, ويمكن افتراض أحدهما موجب. هاي بعدين احنا راح نفرض واحد موجب والثاني يكون سالب. لو أخذنا مسقط للشكل B فالناتج يكون على شكل حرف D. يعني لو أخذنا هنا مسقط للشكل B فراح أحصل على الشكل D, يعني باوعت له من الأعلى وأريد أطلع العزم مال F حول A, فأضرب القوة في ذراعها العمودي. شوف هنا القوة شلون تحاول الجسم دور الجسم, هذا السهم المقوس المنقط, يعني إذا أخلي ساعة هسه على هذا الجسم ألاحظ أنه اتجاه الدوران يكون عكس عقارب الساعة, ومقدار العزم يساوي مقدار القوة ف
في الذراع العمودي اللي هنا هو دي. شوف هنا دي زاوية 90 درجة، 90 درجة. مرة أخرى نقول إنه اتجاه الدوران يكون عكس عقارب الساعة، والعزم راح يكون اتجاهها للأعلى، العزم راح يكون اتجاهها للأعلى، يعني العمودي على هذا المستوى بالشكل دي. وحدات العزم هي حاصل ضرب وحدات القوة في وحدات البعد، أو وحدات طول، هي عبارة عن وحدات طول. فالعزم دائما وحدات نيوتن متر، نيوتن مليمتر، نيوتن سنتيمتر، كيلو نيوتن متر، يعني مضاعفات هاي القوة. هاي بالنظام العالمي أو الباوند في الفوت القدم بالنظام الإنجليزي. نجي إلى نظرية بارجينونز ثيورم. شنو هاي النظرية؟ أو ماذا تنص هذه النظرية؟ حسب هاي النظرية يمكن التعويض عن عزم القوة R بعزم مركبات تلك القوة اللي هي البي والكيو حول نفس النقطة. فسأل مثلا عندي قوة R وأريد أطلع عزمها حول O، فأنا لازم أضرب شنو؟ أضرب R في بعد R العمودي عن نقطة O. في بعض الأحيان ما يتوفر هذا البعد العمودي، فشيء أضطر أحلل هاي القوة R إلى مركبتين، مركبة B والمركبة الثانية Q كما موضح بالشكل B هنا. فهسه M المومنت about O، يعني عزم القوة حول نقطة O، اما R في D هاي الاصلية، R القوة الاصلية في بعدها العمودي اللي هو هذه R متى على استقامتها، هاي النقطة O، فهذا هو البعد، هذا هو البعد D. هذا شي يساوي طبعا انا هنا لازم افرض، ما دام صار عندي اكثر من عزم افرض ياه الموجب وياه السالب. مثلا راح نفرض عكس عقارب الساعة سالب، او مع عقارب الساعة موجب، مع عقارب الساعة موجب، وأباو حال القوة شلون تحاول تدور الجسم؟ هساي كيو وهذه النقطة شلون يدور الجسم؟ يدور مع عقارب الساعة فإشارتها زائد. هذه البي وهاي النقطة او شلون يدور الجسم؟ يدور الجسم عكس عقارب الساعة فخليت إشارتها سالبة. طبعا أنا من يصير عندي أكثر من عزم لازم أفرض أحد الاتجاهات، ياهو موجب وياهو السالب، وأبدي أشتغل على الفرضية اللي أنا أشتغل افترضتها. طبعا أن أفترض أي منهم موجب والآخر سالب يعني ما يأثر على النتيجة النهائية لحل السؤال. نأخذ مثال، احسب عزم القوة F تساوي 600 نيوتن حول نقطة O، وكما مبين بالشكل التالي. هاي عندي قوة 600 نيوتن مائلة مع X بزاوية 40 درجة، هاي هي النقطة O، وأريد احسب عزم هاي القوة حول O. أنا القانون شو يقول؟ يقول القوة في ذراع العمودي. هنا وين الذراع العمودي؟ السقط من O على القوة، السقط خط O على القوة، وهذا يكون الخط يصنع زاوية 90، وراح يصير عندك D، هذا هو الذراع العمودي. فأس أقدر أشتغل على هذه، بس بشرط أن قيمة D يكون أعرفها، حتى من أضرب D في ال F يبقى عندي المجهول فقط هو العزم. هسا هاي دي ما أقدر أحسبها، لذلك راح أضطر أنزل عمود من هذه النقطة، من هذه النقطة على الخط هذا دي، فراح يصير عندي هذا المثلث القائم الزاوية بهاي النقطة، مثلث قائم الزاوية بهاي الزاوية. أنا هذا عندي 4 متر اللي هو هذا الضلع مال المثلث، هذا 4 متر، هذا ما أعرفه وهذا ما أعرفه. أنا هنا طبعا هاي الزاوية أقدر أحسبها تطلع عندي 40
درجة، يعني هاي الزاوية نفسها هنا تصير هي زاوية 40 درجة. شلون صارت هاي 40؟ أنا هذه 40 هسه إذا نزل هنا عمود يصير هاي 50، لأنه هاي الزاوية قائمة، هاي الزاوية قائمة، هاي 40 هاي 40 نفس الشيء، لأن هذا راح يوازي هذا الضلع جريته سقطته، هذا راح يوازي هذا الضلع، فإذا هاي الزاوية 40 راح تصير هاي 40، إذا هاي 40 راح تصير هاي 50، لأنه هاي قائمة 90، فجزء منها 40 الجزء الثاني يصير 50، فصار عندي مثلث بزاوية 50 وزاوية 90، فإذا هاي الزاوية 40، فراح أطلع هذا الجزء أو لحد هذه النقطة، لحد هذه النقطة من آخذ هذا المثلث، عندي مثلث قائم الزاوية أحد الزوايا بأربعين درجة، فأخذ الضلع هذا اللي يجاوز الزاوية يصير كوساين، كوساين أربعين درجة، فيصير أربعة في كوساين راح يطلع لي فقط هاي المسافة من أو إلى نقطة التقاطع، بقى عندي هاي المسافة الثانية، أنا شنو أريد أطلع دي؟ فدي قسمتها مسافتين، هاي المسافة الأولى لحد نقطة التقاطع وهذه المسافة الثانية. هنا أيضا راح يصير عندي مثلث قائم الزاوية، راح أسقط منه عمود على هذا، راح أسقط عمود على هذا، فهنا 90، هنا راح أصير الزاوية 50. أنا شنو أريد؟ أريد هذا الضلع اللي هو راح بالشكل رباعي، كل ضلعين متساويين ومتوازين شكل رباعي، فهذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2 ساين 40. ليش انا هذا الضلع عندي 2، وهذا طبعا 2 هو يصير الوتر، وهذا تنزل عمود هنا عمود، وهاي الزاوية 50، وهو الضلع اللي اريده يصير مقابل للأربعين، أو هنا تكتب كوساين 50 هم صحيحة، ساين 40 أو كوساين 50 هم صحيح، بيطلع 4.3 متر أو 35 متر، أضرب 600 × 4.35 متر، زين 600 × 4.5 يطلع 2610 نيوتن. هاي النقطة وهاي القوة، شلون الدوران؟ الدوران راح يصير مع عقارب الساعة. شوف خليت اتجاه الدوران، خليت اتجاه الدوران حتى أنا من استخدم قاعدة اليد اليمنى أقدر أعرف اتجاه العزم. باستخدام نظرية فيرجينونز، يعني هسه أحل السؤال نفسه بس باستخدام نظرية فيرجينونز، ومكان ما أستخدم الستمية راح أحللها مركباتها، فواحدة من المركبات 600 cos 40، والمركبة الثانية 600 sin 40، وكل واحدة اضربها في البعد مالتها. هسه هذه بعدها يصير 4، F1 بعدها 4، لان انا عندي هسه F1 هنا تصير، شوف هنا راح تصير F1، فبعدها اشقد العمودي 4، و F2 تصير هنا اشقد بعدها 2، بعدها 2، واثنين هم يدورون الجسم باتجاه عقارب الساعة، فموجب اثنينهم 460 × 4 = 386، هذه الـ440 اللي هي شنو؟ اللي هي 600 cos 40، وهي 386 اللي هي 600 sin 40، كل واحدة ضربتها بعدها وطلع 2610 اللي هو نفس الجواب بالخطوة الأولى. 3، يعني أنا السؤال هسه حليته طريقتين، صار بعد اقدر احلها بطريقه ثالثه، اقدر احلها بطريقه باستخدام مبدا نقل القوه، يمكن نقل القوه الى نقطه بي مع الحفاظ على خط تاثير القوه، وكما مبين بالشكل التالي، راح انقل القوه من هالمكان اجيبها هنا اخليه بنقطه بي واحللها مركبتين F1 وF2. هسه هنا F2 ما لها عزم، لان هاي F2 وين راح تمر؟ راح تمر بنقطه O، بينما F1 لها عزم وذراعها راح يساوي الأربعة هذه زائد هاي المسافة. هسه 4 طول الذراع منها لحد هاي النقطة،
بعدين هذا راح يصير عندي هنا مثلث قائم الزاوية. هاي المسافة شقد؟ أنا أعرفها هاي المسافة 2، هاي الزاوية شقد؟ 40، هاي 50، هاي 40. فأنا التان مال هاي الزاوية تان 40 يساوي مقابل على مجاور. المقابل أنا أريده والمجاور 2، فراح يصير D1. هذا كله D1 المسافة من نقطة O إلى نقطة B هي D1. مسافة من نقطة O إلى نقطة B هي D1. D1 راح يصير 4، هذا جزء منها اللي هنا 4، وبعدين هذا الجزء 2 تاني 40 يطلع 65 متر. فأضرب المسافة أو ال F1 اللي هي 460 في 65 يطلع 2610 نيوتن متر، وأيضا عندي العزم مع عقارب الساعة. شوف لو تلاحظون ممكن أن أحل السؤال بعدة طرق، علينا هنا بثلاث طرق وجميع الطرق انطتني نفس النتيجة. نلاحظ هنا أن عزمك هو F2 يساوي 0، لأن F2 يعني هاي F2 تمر بالنقطة، وبالتالي فإن عزمها يساوي 0، وبالتالي فإن القوة F1 هي فقط يحسب لها أو يحسب عزمها حول O. بنفس الطريقة بعد يعني أقدر أنقل هذه من A إلى C. شوف هنا نقلت القوة من هذا المكان جبتها هنا، وهم حللتها مركبتين. هذه F1 مالها عزم، F1 مالها عزم، ليش؟ يعني راح تمر ب O. F2 راح يبقى لها عزم، راح يكون عزمها هو العزم المؤثر، والمسافة مالتها وذراع العمودي هو D2. D2 أحسبها D2 D2 أنا عندي جزء منها 2، شوف هاي الجزء منها لهنا معلوم بالسؤال، هذا هو 2، أنا أنقلها لهنا يبقى عندي جزء غير معلوم، وأحسب D2 تساوي 2 زائد 4 كوتان 40. الكوتان هو 1 على التان، يعني ظل وظل تمام، يعني 1 مقلوب الثاني، 1 مقلوب الثاني. فأخذت الكوتان، احنا التان شي يساوي مقابل على المجاور، فالكوتان يساوي المجاور على المقابل، يعني بالعكس تعكسها. فتقدر تاخذ التان أو الكوتان، بس الزوايا راح تختلف عندك طبعا. طبعا هاي D2 تطلع 6.77 متر، وتضربها بالقوة 386 في 6.7 يطلع 2610 نيوتن متر، وأيضا مع عقارب الساعة. وشوف كل هالنتائج بتعطيني نفس مقادير العزم. الآن نأتي إلى عزم الازدواج. يسمى العزم الناتج عن قوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه، ولا يقعان على نفس خط تأثير الفعل، هذه بعزم الازدواج، نسميهم عزم الازدواج. فإذن هذا عزم الازدواج منين ناتج؟ من قوتين وليس من قوة واحدة. هاي القوتين شبيهم مساويات بالمقدار ومتعاكسات بالاتجاه، فهذول ايضا يسببوا لي شنو؟ يسببوا لي عزم. شوف هنا لو تلاحظ هنا شنو عندك؟ هذه قوة F وهذه ناقص F، قلنا احنا مساويات بالمقدار فمقدارهم F، ومتعاكسات بالاتجاه فوحدة اتجاهها موجب وحدة اتجاهها سالب. هذول هم يسووا لي اذا نوجدوا على جسم او على منظومة راح يسببوا لي عزم، بس العزم هنا سميه عزم ازدواج. ازدواج يعني 2 جاي من قوتين. فعزم الازدواج، طبعا شنو اختلاف عزم الازدواج عن العزم حول نقطة؟ عزم الازدواج ممكن ما الى مكان محدد على الجسم، ممكن ان يكون في اي مكان على الجسم، بينما العزم حول نقطة لا، هو حول نقطة، يعني اكو نقطة معينة على الجسم وجاي يحسب بها للعزم. هذا هو اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة، وهذا اتجاه
العزم، هذا هو اتجاه العزم. وأنا أقدر مثل أرجع أطبق القاعدة القديمة حتى أطلع قانون العزم، هذه مثل أخذ لي فد نقطة وأحسب عزم هاي القوة وعزم هاي القوة، يعني صار عندي عزمين، فوحدة أعتبرها موجب يعني عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة، وحدة موجبة وحدة سالبة، وأحسب محصلة العزوم. فهذه ذراعها F، ذراعها الأي زائد الدي، F A زائد D، وهاي شلون تدور عكس عقارب الساعة، فاعتبرتها موجب، أنا فرضتها موجب، وأجي هاي ناقص F شلون تدور الجسم مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة راح يصير ناقص F في ذراعها شقد، ذراعها A، أفتح هذا القوس ف F A وناقص F A راح تقتصر، يبقى بس F D. فإذا عزم الازدواج شنو القانون مالته؟ هو حاصل ضرب إحدى القوتين في البعد بين القوتين، في البعد بين القوتين، بينما العزم حول النقطة هو حاصل ضرب القوة في ذراعها العمودي حول النقطة. طبعا هذا العزم أقدر أرسمه، أقدر أرسمه بطرق مختلفة، في بعض الأحيان يرسموه قوس يعني خط كير، بس هذا العزم حتى تحط ساعة هنا وباوح، هذا شلون اتجاهه عكس عقارب الساعة، هذا مع عقارب الساعة، هذا مع عقارب، ممكن أن يرسموه بهذا الشكل للدلالة على شنو؟ عزم ازدواج. شوف هاي قوة وهاي قوة وهذا المسافة بيناتهم، هذا من أشوفه أقول عزم ازدواج، هذا من أشوفه أيضا أقول عزم ازدواج، بس هذا عكس عقارب الساعة وهذا مع عقارب الساعة. شوف هنا الام ما لقيت نقطة موجودة، نقطة وعليها عزم، لذلك أقول هذا هو عزم ازدواج. يعني قلنا الفرق بين عزم الازدواج والعزم حول قوة حول نقطة معينة، أنه عزم الازدواج ما له مكان معين بالجسم. الآن ننتقل إلى موضوع عزم، منظومة عزم وازدواج، force couple system، force couple system. إن تأثير القوة المؤثرة، هسا أنا عندي هاي، عندي هذا جسم، عندي جسم شنو عليه؟ تأثر عليه قوة بالنقطة A، هاي القوة مقدارها F، هذه القوة أريد أنقلها لمكان آخر، أريد أنقلها لمكان آخر مثل النقطة B، جيت بالنقطة B خليت نفس هاي القوة، يعني بس وحدة سالبة وحدة موجبة واثنينهم يقعون على نفس الخط، ليش؟ لأن حتى تصير عندي محصلتهم تساوي صفر، وبالتالي أنا كأنه لم أضيف أي شيء للمنظومة، إذا أضفت قوتين ومحصلتهم صفر كأنه أنا ما ضايف، حتى ما تختلف هاي الحالة عن الحالة، فأنا ما خليت F بهالاتجاه وF بهذا الاتجاه واثنينهم صايرين على نفس الخط، فذولي من طلع لهم محصلة ومحصلتهم راح تساوي صفر، وبالتالي كأنه أنا ما ضايف أي شيء للمنظومة، أي قوة أخرى للمنظومة. الآن هذه الأف أبعدها، هاي الأف وهذه مساويات بالمقدار ومتعاكسات بالاتجاه، وأكو مسافة بيناتهم، شو راح يسببوا لي؟ يسببوا لي عزم ازدواج، أحس بهذا عزم الازدواج يساوي حاصل ضرب إحدى القوتين في المسافة بيناتهم، هذه أف راح F في D، فيطلع عندي عزم ازدواج F في D، هذا هو، هذا شلون اتجاهها؟ عكس عقارب الساعة، وبقت عندي هاي القوة وين؟ بالنقطة B، فتحولت عندي القوة من نقلتها من مكان إلى مكان آخر، تحولت إلى قوة وعزم.